بجد خليك دايما وش الخير. والله يا جماعة حاجة جميلة قوي. انا عارفة ان يعني انا اصلا انا في يعني في السنتين اللي فاتت شخصيتي اتغيرت خالص. كنت الاول بقى بتحدى واخش بصدري واخدة يعني مدية للحياة قيمة اكبر من قيمتها بكتير. دلوقتي لا خالص، يعني بتعامل اهدى بكتير قوي، لان اللي مكتوب هنشوفه، وما فيش حد هياخد رزق حد، والدنيا بسيطة. ويمكن لما باجي اقعد ادافع عن البرنامج او ارد او كده تاني هقول بيبقى خوفا على عدم مصداقيتنا، او ان مصداقيتنا تقل فالناس ما تتبرعش فالعيال اللي معانا تموت. لكن غير كده حتى معروف عني بره التلفزيون ما يهمنيش كلام الناس خالص، ولا بيفرق معايا ولا اي حاجة خالص. فصدقوني انا مريت بحاجات جامدة وتقيلة. بطلوا تكذبوا وتحقدوا على بعض وتشتموا بعض، يعني السوشيال ميديا بتعكس لنا نفسياتنا. فكرة انك تلاقي بوست عليه كمية غضب وشتيمة وغضب وشتيمة وغضب فين التصالح مع النفس؟ فين التسامح؟ فين الكلام الحلو؟ فين يعني طهروا قلوبكم واعرفوا بجد ان الحياة ولا ليها اي قيمة خالص خالص. احنا امبارح طلعنا، كان ضيفنا، كان لينا شرف ان ضيفنا يبقى جهاد اللي كان انقذ 3 اطفال في الشقة المحروقة، وطلب منا ان الشقة يعني تترمم، وكنا بنحضر فعلا ان احنا نرممها. فوجئنا بخبر على اليوم السابع، سعيد جدا 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 بالنسبة لنا، كأننا بالظبط عملناها. انتوا ايه، انتوا هوشتوني عملتوا هاتوا الخبر. طيب اي فول سكرين لو سمحت. محافظ القاهرة يوجه بترميم شقة الزاوية الحمراء المحترقة. راجل محترم جدا جدا، بحيي حضرتك جدا جدا جدا. شلت عاتق من المصريين، عشان انا كنت هناشد كل المصريين ان احنا نرمم الشقه باسرع وقت. مبسوطه قوي 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 ان ابتدى يبقى في تواصل دائم بين الحكومه والشعب. كل ما حد يعمل حاجه كويسه الحكومه بتجازيه خير، واللي هيعمل حاجه وحشه هيتعاقب برضه. عقبال ما نعاقب الدكاترة والممرضين والممرضات وإهمال الطب والمستشفيات.